مفروض يكون دكتور. حضرتك الدكتور مشرفيه، نحن نعرف تاريخك ومنعرف انه حضرتك زلمه نضيف، ما رح نقبل حنلحقك من مطرح لمطرح حتى الاستقاله. عندك بلطجيه استعملوا سيارات الوزاره لحتى يتعدوا على الناشطين، نحن هيدا الشيء رافضينه، وتاخيرك على انك تطلع وتورر الموضوع، واذا كنت متورط كارثه، واذا منك متورط كارثه اكبر. نحن اليوم بوزاره الشؤون، بكره بالسياحه، بعد بكره بالبيت، بعد بكره بالكلينيك، حضرتك عليك مسؤوليه كثير كبيره، اللي انت مسؤول عنهم انت حضرتك بتتحمل مسؤوليتهم. نحن منطالبك بالاستقاله، انت والحكومه كلها جامعه لا ثقه فيكم. بنخلص من المشرفيه، واكيد اكيد اكيد مكملين على البقيه. نحن من وزاره الشؤون الاجتماعيه بكل سلميه طلعنا وناطرينك لا تجي لا بوزاره السياحه لانك، لا بوزاره الشؤون عم نلاقيك ضمن دوام العمل. نحن باقيين لحضرتك تجي تحكي معنا هون، تقعد معنا ناخد ونهضي نحن وياك، حتى اخر شيء نقول سوا نحن وياك انه انت رح تستقيل كرمال هيدا الشعب، كرمال دولة القانون. هيك انت بتكون عم بتقوم دورك كحكيم وكحدا نظيف. ميرسي. استقيل استقيلوا استقيلوا ياك صوت السعدان على الهرب.